المدار الفخوري ننتمي الى صنعتنا لانها صنعه قديمه. فكانوا احنا اجدادنا احنا من حوالي 300 سنه اخذنا الصنعه هاي عن ابائنا واجدادنا، لنا 300 سنه نتوارث هذه الصنعه. الناس ابعدوا عن الفخار شوي لانه طلع البلاستيك. البلاستيك اثر عليه بفتره من الفترات. بس اثبت انه البلاستيك مش صحي. فالناس صاروا يبتعدوا عنه وردوا تقريبا هسه رجعوا للفخار. جاي عند الفخوري أضاء محل تاريخي ومعتمد ومعروف. واليوم الناس عندنا بدأت ترجع للتراث القديم.